يلا يا ابن بلد صغار خليك تظهر على التلفزيون اليوم مره يلا بلد صغار يلا اشرب رماس هذا اشرب عبي تنجيه يهود بكت بلدنا في شهر جميع موجودين في شهر 6 وفوق لشهر 9 ما تركاش 100 واحد يا الله بكوا عليش يعتمدوا مهمة على الفلاحة فيهوش سمار سعودي ومن باب مشروعية الرد أطلق صاروخ باليستي في تجربة طبعا احنا هاي حياتنا عشنا عليها يعني بنموت عليها بحاول الاحتلال يعني بقدر الإمكان انه عجزنا في عملية الهدم، عملية المضايقات، عملية المستوطنين هذول اللي جابوا لنا إياهم في بؤر كريبي في مناطق يانون هان بيحاولوا أنهم قدر الإمكان يضايقوا علينا لكن إحنا متواجدين هان ونقول لهم هاي حياتنا وأبا عن جد ما فيش مجال إن نعيش غير في المنطقة هاي صاروا هادمين لحوالي 20 مرة اليهود 20 مرة صاروا هادمين وطخوا لي الغنم وحملوا لي الغنم يعني مرة طخوا لي 17 راس في السبعين هذا حتشي في منطقة مخورة وفي 86 جابوا تركات وحملوا الغنم ودفعوني عليهن على كل راس 10 دنانير أردني يعني احنا لو بدنا نبني برضو بيرجع الاحتلال بيهدم على الفاضي يعني احنا رجعنا للكهوف يعني الخيمة اللي بنبنيها هسا اجوا اليوم والله انا بجوز بكرة يجوا يهدموا بتوقع يا بكرة يا بعد بكرة يجوا يهدموا ساكن في هاي ساكن في هاي الارض من اب عن جد يعني مش انا اللي جدي بكى ساكنتين اخرى هين وجد اخرى بكى هين يعني من ما خلقنا احنا هين واضحنا عايشين تحت الظلم هذا اللي العام اربع مرات هدنا وفي 2011 ست مرات واضحنا ما خلناش لا خيم ولا شيء تحط باب المغرض توب تزول المطر كنا جهدهن إيه هذا ابن عايش وهو ولادته وانا في مغاره ثانيه يعني هو انا ومرته وهذا ابن معي هين وهذا ومرته ابني مع الغنم يعني